دونك دابا في هذه اللحظه طلح اول فيديو تقديمي اللي هي فسادي. دونك شنو خصكم دابا ديروا سوايب اب وداك الشيء الاخر ما نقولش لكم شنو ديروا حتى تجمعوا داك الشيء نتوما عارفين. المهم دابا طلعوا باش تشوفوا الفيديو سوايب اب دابا نيت ميت كتجيب الاخبار. انا جاي مخلص رزقي اللي هما السطوريات. اييه انا ما ندويش معايا اللي هما اليوم شنو عاود فينا مصطريح. سلام احسن محل في العالم شو تأمونا وعندنا بلاشي وتركع كيف مركع ريدا هو دارها دارها مش تيش والله جا دارها ريدا مسكين راه في الأردن ليه مسكين الله يسهل عليك الله يبقي لك الله سمعت شكي يقول لك مرحبا بك سيدي احسن انا صافي انا الناس عارفوني شحال دخلنا الملح في لاقيس كان واحد كيسولني كيقول لي عمر علاش كنشوفوك ديما خارج غير في الليل وما كتخرجش في الصباح. ها علاش ما كنخرجش في الصباح؟ علاش؟ حيت كيكون الهاي واي فل كيكون لوطوروت عامره بزاف فهداك الشيء علاش انا كنخرج غير في الليل. كتكون القضيه عامره كتكون الامور طيبه كدور غير راسك في كازا. لا لا والله عرفتي انا من النوع اللي ما كنبغيش الزحمه وما كنبغيش نبقى بحال هكذا واقف في الطريق وغادي. المهم باش نقول لكم واحد الحاجه انا جيت ورجا غادة صبري شويه يوم يومين ثلاث ايام عاد سافري ايوا خويا هادشي المهم هادي ما باش نقول لك اعتماد شي هاد الشنطه جوج شوان صفر اكثر منك لا معليش هادشي الشوان مسافرين اكثر مني يا راجل وحق الله غوب لو فواغ غوب رجا هادشي الشوانت مسافرين كثر مني يا رجاء وحق الله غوب لو فواغ غوب فواغ رجاء جيت عند غيزلان خديت مونطخ وهي تعطيني كادو ها نتوما مهلية فيا اختي غيزلان الله يحفظك ليا صحتك حبيبه الله يعطيك الصحة اختي ما تعطيني شي مكان اخر هكا لا فريمون الديسك رائع رائع عجبها الديسك رائع عندك تعطي اهداء لشي واحد اهداء الناس اللي كنعرف كاملين ولكن الديسك رائع جدا الله يحفظك زعما في المستوى الله يحفظك ليا اختي صحتك في اطار مش ندوي عاوتاني مع غيزلان باش تعطيني شي كادو اخر صباح الخير بتوقيتي واخيرا وصلت دبي تخيلوا من البارح وانا في الطياره مده رحلتي كانت 10 ساعات ونص لكن صراحه انا ما حاساش بالتعب علاش من دابا شويه تعرفوا علاش لانه غنكون جدا مرتاحه كاينه شي حاجه كتسناني برا منو انا نازله من رحلتي حتى لو 11 ساعه مبسوطه شوفوا السياره جاتني الى المطار اخوي عبد الرحمن يعطيك العافيه الله يسلمك تخيلوا انه سياره تجيك الى المطار وايش كمان هذا كله عند فرسان حي خلاص للحجز والاستفسار ارفع الشاشه الجباره وحتلاقي هنا حتى الحساب بس اوصيك على متابعيني شو متابعيني ايش بعيوني نحطه كابتن بلال وعبد الرحمن لا اوصيكم على متابعيني ان شاء الله قصه جديده ولا يشترط الدفع على الفيزا يتوفر معك اذا بتحب انت سايق مع السياره تاخذ سياره وسايق هذا اللي انا في في خدمه الواي فاي الله يعني ما احتاجش حد ما تحتاجي تتلفكي بس وعلى فكره ترى في اشياء جدا حلوه بسويها انا وفرسان حيفا ان شاء الله فهالاسبوع خليكم بس معانا في اشياء جميله جدا تابعوا للشاشه الجميله حبيب قلبي يعطيك العافيه صحتك وصل الحلقه 8 وكتبزي عليها تفرج معك في الحلقه راه مع تعاوده والله حتى بزات عليا نتفرجوا انا دابا بديت 8 وكتكونوا تعودي معايا 4 انا اللي وريت المسلسل ولا تسابقاني رشيده انا رشيده ما توحشينيش اللي طلع حيطك والله الا طلع والله يحب ديالي الله يلا توحشت انا رشيده تاني توحشت مسكينه الله يشفيها هيا رشيده الناس اللي توحشوها ايوا شنو نقول لكم انا مغابره في حتى شي بلاصه باغا نكمل 8 الحلقات
فريد فين غتمشي دابا من بعد؟ ها؟ عربي عربي. ما فهمتينيش؟ كنحبكم بزاف. شوف الصاد دابا غنمشي للسفيطار حيت ضراتني الدرسه قرب ما راني فاهم واش تقول في المغربي دابا ما دابا انت انا دابا كنهضر معاك بالمغربيه شنو واش بغيتي نهضر معاك عاوتاني تملا بكاع عينك اقسم بالله لا عاد حاجه دابا ما فهمتش حتى شي حاجه المعلم صافي اش ما فهمتش كيف تقول ريضة ريضة تليفون تليفون عفاك لالا 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 عفاك عف لالا لالا عفاك بغيت غير واحد شهاده الوفاه ديالي مزروب بها الله يرحم لك الوالدين تاخذها من دابا الله يرحم لك الوالدين دقيقه واخا وي لالا وجدتي لي داكشي وجدتي هنايا كلشي ديالك هنايا شهاده طبيه شهاده الوفاه شهاده الوفيه جميع شي ويد لخصهم هاد السنة وين نيرو صدرتو كنت بدا في الصباح ضروري خدا في الصباح عافاك لا كان دابا ولا شي حاجة هذا صمت الله حضرتك ناسي بارك عليكم ارشيف عرفتي قلبت بز مالك طلي عطتني بنانة شكرا بارك عليكم الارشيف عرفتي جيت بقيت كنقلب عرفتي كنموت بالضحك قلت الله تحت نتوما نوريكم الارشيف اللي تا انا شفت بغيت نشارك معكم واش غتزوج بهذاك غترجع ليه ولكن حيت شفتها فاش جاب لها بنتها خليها تعاود غير لا شي يضرب كبروا ان شاء الله البنت تكبر مزيان نجوجوا لك وليدك ان شاء الله اسماعيل ولا جاب موسى اسماعيل ولا بقات غنبقى عليا هضري معايا الحلقه الاخيره ديال بصح اللي تشدوا فيها ماما سعاد الحلقه الاخيره باقا ما تحطاش يلاه واصلين الحلقه 8 انا عيطت المخرج تفرجوا فيه دابا انتما على الحلقه اللي تحطت كتفرجوا فيها بركه انا عيطت المخرج دابا نشوف شنو كاين دابا عيط لي عندك الصبر شويه خنقه راه هي اللي قالت لي نرشعك وي خنقك مالو باغي يقول عيط لي شنو كيدايره بعدا هذه حتى الخنقه هي شويه حتى كيلوغرام ديال الحبشي دابا سمين دوك سبيطار ما نعرف كيف ماما سعاد تيك توك عادي عرضو كان دابا دي شقه وصلتي تي تسعود تقولي انت باغا تفرج فيه خاصني نفهمو نعاودك من الاول من حلقه واحد حتى الحلقه هذه عاد اختصار واخا الحلقه الاولى دابا هو دا الحلقه الاولى لا انا على وجه الله دابا قلت لي نعاود تمني الحلقه تي قلت لك حق انا شفت واش اخر حلقه وانا شفت انا بنتها غادي يجي بوحدها واش شفت انا اسماعيل خلينا نهضروا في الفيلم دابا ماقدرش نعاود الحلقه واش شفت انا البطاله ما تفرجوا ماما سعاد قالت لك بغات تعرف فاش غيديروا في الحلقه الاخيره الحلقه الاخيره اصلا باقي ما وصلوش انا باقا ما وصلت كيما كيبتلاش فيها وين ما كيبتلاش بنتي قلت لي فيها 8 د الحلقه قلت لي فيها 8
لا واش كاينه شي براءه اكثر من هادي بينات هي لا هي هبه بنت خالتي ما كتخرجش للزنق ولا تبارك الله دابا راه عندها شي شحال عندك من عام قولي لهم شحال عندها 20 عام دابا انا سولتها واش تعرفي تهبطي بوحدك للمدينه قولي تعرفي لا ومالي وين جدا واخده راحتها